اغفر لنا خطايانا كما نغفر لمن خطئ إلينا. نعم يا رب، كل مرة مننسى الخبز والملح اللي صار بيننا وبينك ومننقطع عن مايتك بحبك، بترجع بتدعينا. انت حب كبير، ما بتقبل انه مايتك تفرغ، وما بتقبل تكون لوحدك، ما بتقبل إلا المشاركة والحب والعطاء. من هيك قد ما في ناس ممكن يرفضوا دعوتك إلى الحب، إلى وليمة الفرح، إلى وليمة الملكوت، بضل في ناس مدعوين وبتضل مايتك مبسوطة ومليانة والناس عم بيغرفوا منها الحياة والفرح. لكن حتى يلي بيرفضوا يجلسوا إلى مايتك، مطرحهم محفوظ. انت حاجز لهم مطرح ببطاقة اسمها المغفرة. المهم يرجعوا، وطعام رح يلاقوا. صحيح، هيدا الشيء صحيح. وقت اللي طعميت 5000 رجال ما عدا النسوان والولاد بخمس خبزات وسمكتين، حسبت حساب المكانه وكترت الخبزات وكترت السمكات والكل أكلوا وبقي 12 إفة حتى تشبع أصباط شعب العهد القديم يلي كانوا رافضينك وراح يعلقوك على الصليب. يوم اللي راح يرجعوا راح يلاقوا حصتهم محفوظة. وهيك يوم اللي باركت 7 ترغفة والكم سمكة بقي حصص للوثنيين يلي بس يرجعوا حصتهم محفوظة. قوة المغفرة اللي بتستقبل. وكيف نحن ما منخجل قدام هالمغفرة العظيمة، وكيف منسمح لحالنا نطالبك بأنك تغفر لنا وقت اللي نحن منبيعد عن موايدنا يلي حابين يجلسوا، لأنه غلطوا بحقنا بشي شغلة. خبزتي ما بتعود إلن، ميتي ما بتعود إلن، بس ولو غلطت بحقك بس ما علي، خليني على ميتك. بس مش ممكن،
مش ممكن يكون عميتك لأنه معناتها مش عم بتزوق لذة الوجود بهالحب بهالشراكة، وإلا كنت قبلت الآخر يشاركني بهالحب ويحب هالشراكة. نعم نعم يا رب، علمنا مثلك مش بس 70 مرة 7 مرات، لكن علمنا مثلك انه ما نكون الا مغفرة.